زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الأمرانية لولاية إنجزام حملت في محطات الزيارة إشارات قوية من أجل إشراك الولاية الفتية ضمن استراتيجية الإقلاع الاقتصادي الوطني، زيارة توجت في الأخير بلقاء مع المجتمع المدني الشريك الأساسي في توجه الجزائر الجديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. الوزير ماذا بنا لو كان زرت لنا العيادة المتعددة للخدمات عين قزام في مثابة مستشفى 120 سريع التي تعاني وتستقبل 14 ولا 18 ألف نسمة مع عين قزام والبر الرحل الذي تأتي من نيجر ومالي. هذا هو اللي طالبين منكم احنا، وزيادة المازوت. المازوت أول سنتراك فتحت في عين قزام نتاع الدولة، والمزيد نتاع ذاك اللي كان يجي نتاع الدولة هو اللي راه يشيل سنتراكات أربعة هم. تعددت إذن مواضيع المداخلات وتنوعت مجالاتها، مناقشات مباشرة مع الوزير أبدى الجميع ارتياحه تجاهها. النقطة الثانية اللي أثرتموها كلكم هي الطريق الرقم واحد. إذن اللي يجي من طامراس إلى إنقزام وحدة، بعد طامراس إلى مناطق أخرى، هذا مشكل كبير ومشكل عويص، ومن طبيعي وخاصة عندما تكون ربما الأشغال تاع إنجازه ما احترمتش يعني قواعد الإنجاز. أنا رانا بغينا نوجهوا، ما بقاوش حنا غير نشوفوا للشمال، نشوفوا الجنوب تاعنا ونشوفوا البلدان الإفريقية، وتكون تبادلات الطريق لازم تكون، باش تكون تبادلات لازم تكون طريق. إذن هو لقاء مع المجتمع المدني لولاية إنقزام الولاية الحدودية، لقاءات من شأنها وضع النقاط على الحروف من أجل تنمية حقيقية ومستدامة.